طيب بصوا بقى، في قرارات فعلا يعني حلوة، وأنا أعتقدها قرارات شديدة الجرأة، وفي نفس الوقت هي بترفع من على كاهل المواطن طول الوقت، والدولة هي اللي بتشيل القصة كلها. يعني على سبيل المثال، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إيه؟ على منح، أنتوا مستنيين حاجة؟ على، هحكي لك أنا، طيب أقراه لك أنا من عندي. المجلس، آسف، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية. يعني ايه مستحقات ماليه؟ يعني حضرتك عندك مستحقات ماليه، عندك شيكات، عندك كمبيالات تستحق للهيئه، طيب وما سددتش، ادي واحد. طب اتحط عليك غرامات، يا دين النبي. طب وبعدين؟ وافقوا على اسقاط 90% في حال ايه؟ سداد كامل المتاخرات. كامل المستحقات المتاخره سددتها، هنشيل 90% من الغرامه. في احلى من كده؟ طيب كذلك القرار ده يتضمن الوحدات السكنيه والاداريه والمهنيه والمحلات التجاريه وقطع الاراضي بمختلف انواعها ومساحتها. تطلع الاراضي دي للغرض السكني، الغرض التجاري، الغرض الخدمي، الغرض الاستثماري، الغرض الصناعي. طيب فيلات، وحدات شاطئيه مقامه بمعرفه الهيئه، هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، وده لمدة، يعني عندك كده مهلة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية، مش هقولك حتى بالجريدة الرسمية، بالصحف اليومية. وأدينا بنقول نحن يا جماعة نعلن الحاضر ونرجو من الحاضر أن يعلم الغائب. خلونا ناخد معانا على التليفون المهندس عمرو خطاب، متحدثا باسم وزارة الإسكان. أهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام يا فندم، الحمد لله. اصدق وداني ولا ما اصدقهاش؟ لا تصدق يا فندم، وان شاء الله يعني نرجو التوفيق لكل السادة الحاجزين في مشروعات هيئة المجتمعات ان شاء الله. يا رب. اشرح لنا يا فندم يعني بتبسيط وبشيء من التفصيل، ايه اللي هيجرى لو افترضنا انه يوسف عنده وحدة او حتة ارض او شاليه تبع الهيئة، هيحصل ايه؟ يعني بتبسيط وتفصيل سريع، استاذ يوسف طبعا زي ما حضرتك تفضلت، وده مثال جميل جدا. انا عندي وحده او فيلا او قطعه ارض ايا كان نشاطها، فتعثرت بسبب ظروف الكورونا وبسبب ظروف الاقتصاديه اللي بنمر بيها البلد والعالم. فالحمد لله يعني بنعفي حضرتك من غرامات التاخير اللي بتوقعها عليك الهيئه بموجب القوانين، في مقابل ان حضرتك تسدد كل المتاخرات. يعني حضرتك لو رحت تسدد قسط هتلاقي عليك غرامه، عليك مثلا قسطين او ثلاثه متاخرين، فالغرامه دي هيتم اعفائك من 90% منها لو حضرتك رحت تسدد المتاخرات دي. ده بيشجع الناس اللي عندهم تعثر ان هم يروحوا يسددوا المتاخرات، لان هو مبلغ المتاخرات زائد مبلغ الغرامات ده بيخليه يصعب عليه الموضوع اكتر. حضرتك تفضلت طبعا قلت يعني احنا بنتكلم في حالات سكنيه، اداريه، مهنيه، محال تجاريه، قطع اراضي بمختلف انواعها، لو كان سكني او تجاري او خدمي او استثماري او صناعي كمان. ايوه. فاحنا طبعا بنتعامل في حوالي يمكن اكثر من 40 مدينه جديده على مستوى هيئه المجتمعات، وبنتعامل مع قطاع كبير من المواطنين، وكلنا مصريين وكلنا تاثرنا طبعا بالظروف اللي مرت دي كلها. طبعا. ومن هنا جه قرار طبعا مجلس اداره هيئه المجتمعات برئاسه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، انه ده ممارسه بتعملها باستمرار الحمد لله علشان نقدر نرفع عن عبء المواطنين اللي عندهم مستحقات ومفيش نيه لعدم السداد. هم الحقيقه كله بقى عايز يسدد، بس المبلغ بيزيد مع الوقت ومع الغرامات، الموضوع بيبقى اصعب اكتر وبيتعقد اكتر وبيحصل فيه اجراءات قانونيه. طيب فطبعا بيخلي الموضوع صعب على المواطن ان هو يكمل بقى سداد الوحده نفسها ويتعثر، وبنتيجتها بيكون سحب الوحده في الاخر، وده طبعا احنا مش عايزينه يعني. طيب يعني الكلام ده في حال اي مستحقات ايا كان عدد الشهور المتاخره، يعني لو افترضنا مثلا ان انا متاخر 8 اشهر 9 اشهر ما بدفعش وتراكمت عليا الاقساط زائد الغرامات، انا النهارده اقدر اروح للهيئه؟ مظبوط يا فندم، كل المتاخرات القديمه شامله هذه التيسيرات ان شاء الله. وكمان ذهبنا ابعد من كده، ان لو في حاله كمان ان في قرارات بالغاء لعدم سداد مستحقات بس ما زالت الوحده في حوزه العميل، من حقه ان شاء الله التيسيرات دي تسري عليه والحقيقه الوحده ترجع له باذن الله. يعني احنا ذهبنا ابعد من انه هو كمان عليه متاخرات بس، ده يعني لو انا قرار الغاء، يعني لو انا كان عليا مستحقات وغرامات
أدت إلى إنه الهيئة سحبت مني الوحدة، لو أنا رحت سددت المستحقات كلها هتسقطوا عني 90% من الغرامة وترجعوا لي الوحدة تاني. مظبوط يا فندم، بس طبعا في شرط اساسي احنا بنحب نوضحه مع سيادتك دايما، ان التسديدات دي كلها مطبقه على كل الحالات اللي ذكرناها، بس بشرط انه يسدد كامل المتاخرات، ولو كان في اي دعاوى قضائيه ضد الهيئه طبعا ان شاء الله بيكون في تنازل عنها طبعا. ومستثنى بس من التسديدات دي القطع الاراضي اللي هي بنظام الشراكه مع هيئه المجتمع. يعني الاستثناء الوحيد هو لو قطعه الارض شراكه مع الهيئه. يعني في مشروعات شراكه مع هيئه المجتمعات، مشروعات تطوير عمراني دي مستثناه من هذه التاثيرات، لكن طبعا كل اللي احنا قلناه في البيان ده ان شاء الله ينطبق عليه كل الحالات اللي قلنا عليها ان شاء الله. ده كلام جميل قوي والله يا باشمهندس، انا عايز اشكركم جدا وشكرا على هذا القرار، يعني حيوا انفسكم واحد واحد بصراحه. اشكرك جدا باشمهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان. واخد بالك من نقطه؟ انا احب اصلا ابص في الحاجات دي كويس. من ضمن الوحدات اللي مشمولة في هذا القرار هي الوحدات الصناعية، يعني لو أنا واخد مصنع الجملون هو أنا خدته طيب وبعدين أنا تأخرت عن السداد، أو واخد أرض علشان غرض صناعي. حضرتك متذكر قرار مجلس الوزراء كان متخذ قبل كده بخصوص إيه؟ بخصوص الوحدات الصناعية، إنه الدولة هتتحمل الضريبة العقارية عن المصانع. يعني كده الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن المصانع لمدة 3 سنين، وكده الدولة تسقط الغرامات، أنا لو بتكلم على المصانع بس، تسقط الغرامات المستحقة أو تسقط 90% من الغرامات المستحقة على مالك وحدة صناعية أو أرض لغرض الاستخدام الصناعي في حال سداد كامل المستحقات اللي متأخرة ايا كان حجمها ايا كان عددها. انا شايف كده كتير بصراحه، يعني ده احنا مدلعينهم قوي. ماشي، المواطن المصري من حقه يتدلع، والمستثمر المصري على عيننا وعلى راسنا، وبالذات من يعملون بالصناعه والانتاج، واتمنى انه دايما يبقوا شايلين بيني وبينكم يعني الجميله دي، ونشتغل بما يرضي الله. ده واحد، اتنين ونسدد ضرائبنا بما يرضي الله، تلاتة أنا عايز منتج من بتاع تصدير. يا جماعة عايز منتج من بتاع التصدير، أنا كمواطن نفسي أشوف المنتج اللي بيتصدر لأوروبا، عايز أشوف المنتج اللي يتصدر لآسيا وإفريقيا وأمريكا، أنا عايز المنتج المصري يتصدر في كل حتة، ده مكسب ليك ومكسب للدولة ومكسب لي أنا كمان، وأنا كده مش هضطر أشتري مستورد، من المنتج بتاعي بينافس. طيب